واحد بيقول أبا اعترافي قال لي ذات مرة إن السمكسار به كثير من الأخطاء وبعض الكلام غير المنطقي. هو مش أصول يقول لك كده ويشكك، لكن اسأله ما هي الأخطاء وما صحتها. بيقول بعد كده فاهتزت ثقتي، فهل هذا الكلام صحيح؟ ومتى سيتم إصدار نسخة منقحة للسمكسار؟ إن شاء الله هنصدر نسخة منقحة للسمكسار نتلافى فيه أي خطأ موجود. لكن مش أصول ثقتك تهتز في السمكسار كله علشان بعض الأخطاء اللي قالها أبا اعترافك. مفروض إن يقولها لك وإنت تقولها لي وإحنا نصلحها.